خبر طالع من متحدث باسم نتنياهو بيقول عملياتنا في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر. خليني أرحب بسيادة اللواء دكتور نصر سالم. مساء الخير دكتور نصر. أستاذ عزة، مساء الخير عليك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. عندي موضوعين محتاجة أسمع فيهم رأي حضرتك. خليني أقول أنه المفاوضات في القاهرة الآن، تتوقع ايه للمفاوضات؟ السيناريوهات ممكن تبقى عاملة ازاي؟ وهل هنرجع للمربع صفر؟ اكيد هنقعد رايحين جايين كده، اكيد لان النوايا الاسرائيلية واضحة من البداية. يعني لو بصينا ان اول ما حماس اعلنت موافقتها على الاتفاق صدمت اسرائيل. اسرائيل اتخضت. يعني ايه؟ يعني هما ما كانوش عاملين حسابهم خالص ان حماس هتوافق. ده سؤالي لحضرتك برضو، عايزين نفهمها دي دكتور نصر. قد كده اسرائيل ما كانتش متصورة انه حماس هتوافق على التفاوض، انها تقعد وتتفاوض. يعني شوف حضرتك، معنى ان المفاوضات تنجح وان الرهائن ما يرجعوش بالاقتحام وبالحرب اللي عماله كلفت اسرائيل التكلفه العاليه دي كلها، ويرجعوا عن طريق التفاوض مع حماس، وحماس تنال ما حددته من البدايه. معنى كده يا نتنياهو، طب انت كنت بتعذب ولادنا ليه؟ وبتعذب الشعب الاسرائيلي ليه؟ وسيبنا كل الفتره دي لما انت في النهايه مش هتقدر تخلصهم، وانما عمال تستهلك الاقتصاد وتستهلك القدرات الاسرائيليه في عمل انت في النهايه فشلت في انك تجيب ولادنا. ومن الاول الكل بيقول لك من خلال التفاوض رجع دول، فمعنى كده ان هو فشل، وفي مواجهه الشارع الاسرائيلي هذا فشل ذريع له. وبالتالي هو دلوقتي عايزين نفرق بين حاجتين اتنين مهمين جدا. نتنياهو لو هو كل امله ان هو يعمل يجيب الرهائن دول بعمل عسكري عشان يبقى كده يتحسب له دي ان هو بطل قومي حدد اهداف وحققها. يعني مش عايز يجيبهم بتفاوض. ما هو التفاوض من الاول بيقولوه تفاوض وهتاخدهم. وعايزين واحد كذا قصاد كذا وبالشكل ليه؟ يعني في النهاية عن طريق التفاوض. أيوة. هو لا، هو عايز يجيبهم بعمل عسكري عشان يبقى هو بطل قومي في الداخل الإسرائيلي. بالظبط كده. ومن هنا كانت صدمته في إنه حماس وافقت. بالظبط، فابتدى راح حاطط اللي إيه؟ خط تاني للمشكلات تاني. قال لك ده مش ده اللي وافقت عليه حماس، مش هو ده اللي احنا موافقين عليه. أيوة. او مش هو ده اللي اتعرض علينا. نعم. وراح عارض على الكابينت او المجلس الحرب بتاعه الموقف، ومجلس الحرب قرر رفض ما اعلنته حماس، وقرر انهم لابد من اقتحام رفح. نفس الكلام اللي هم بيقولوه من الاول. أيوة. طيب الحاجه الثانيه بقى ايه؟ ان نتنياهو كل عمليات كسب الوقت دي، هو في عز ما هو بيتكلم في سلام وفي مفاوضات، هو لا يريد السلام. لا يعني هو اللي هو اللي اقصد مش سلام سلام، ان هو التفاوض لحل الايه المشكله ولو جزئيا، اللي هو عوده الرهائن بصفه اساسيه. هو دلوقتي كل شوفي كل اجهزته ومعاه ما مدته به الولايات المتحده والانجليز مدين والفرنسيين خبراء واجهزه، وكله بيدوروا عايزين يحددوا فين موجود الرهائن. نعم. نقتحم ازاي؟ نتخلصهم ازاي؟ لو عنده الخطه دي كامله وتضمن له تحقيق النتائج، في اي لحظه هيلقي كل الاتفاقيات دي على جنب وهيقتحم وهيجيبهم. وزي ما قلت وحضرتك خليكي فاكره الكلام ده. نعم. اول واحد هيبارك له وهيشد على ايده هو جو بايدن، هيقول له انت على حق واحنا كنا كنا على باطل على طول. ما دام نجح هم الامريكان يحترموا الناجح دايما. ايوه، ما دام نجح كانوا هيعملوا كده مع القوي. نعم. دلوقتي مش قادر يحدد او مش قادر يضمن تحقيق النتائج، فعمال بايه زي ما بنقول بيكسب وقت بيراوح. يعني النهارده